بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس الأول من سلسلة دروس كتاب الجامع الصغير للإمام الحافظ المجتهد أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى، وأعاد الله علينا من بركته ونفعنا بعلومه، آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله وصلاته على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن محمد بن الحسن رحمه الله وضع كتابا في الفقه وسماه الجامع الصغير، قد جمع فيه 40 كتابا من كتب الفقه، ولم يبوب الأبواب لكل كتاب منها كما بوب كتاب المبسوط. ثم إن القاضي الإمام أبا طاهر الدباس بوبه ورتبه. إذن الآن سنقرأ كتاب الجامع الصغير، ليس كما ألفه الإمام محمد، وإنما سنقرأه بعد الترتيب، بعد ترتيبه. ولكن طبعا أبو طاهر الدباس رحمه الله ما تصرف، لم يتصرف في بعبارة الإمام محمد، وإنما رتب المسائل فقط على أبواب، رد كل مسألة إلى بابها، ولم يتصرف بعبارات الإمام محمد. قال: ليسهل على المتعلمين حفظه ودراسته. ثم إن الفقيه أحمد ابن عبد الله ابن محمود تلميذه كتبه عنه ببغداد في داره، وقرأه عليه في شهور، إذا ليس في شهرين، في شهور، في شهور سنة 2022 و300، والله تعالى أعلم. كتاب الصلاة. قال: باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه. محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم. الشيخ اللكنوي رحمه الله تعالى في حاشيته وشرحه على الجامع الصغير ذكر هنا مسألة جميلة، وهي أن الإمام أبا يوسف، أن أبا يوسف يعقوب هو الذي أمر الإمام محمد بتصنيف هذا الكتاب، وطلب منه، لاحظوا أحبابنا هذه المسألة، قال: وطلب منه أن يذكر اسمه يعقوب وألا يقول أبا يوسف. قال ليه؟ قال: هذا من باب الأدب، لأن الكنية من باب التعظيم، هذا كان في زمانهم، إذا أرادوا أن يعظموا إنسانا قالوا أبو حنيفة، أبو يوسف، أبو عبد الله، فلا يليق أن يعظم التلميذ بحضرة أستاذه، ما هذا، ما يصح هذا، فهذا من باب الأدب. فلذلك قال له: قل محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة، ولا تقل محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، فهذا سوء أدب مع أستاذنا وإمامنا أبي حنيفة. لاحظوا أحبابنا موضوع الأدب، لذلك أكثر من مرة قلنا بالأدب تنال أعلى الرتب. قال: محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم في رجل قلس. إيش يعني قلس؟ بمعنى قاء، أقل من ملء فيه، أقل من ملء الفم. قال: لا ينقض وضوءه، لا ينتقض الوضوء بالقيء بأقل من ملء الفم. قال: وإن قلس قاء ملء فيه، ملء فمه مرة أو طعاما أو ماء نقض الوضوء. المرة كما تعلمون أحبابا هي الصفراء التي إنسان إذا أكل وأكثر من الطعام حتى امتلأت المعدة تماما يصبح على رأس المعدة مادة صفراء هذه، فإذا تجشأ ربما خرجت، فإذا خرجت هذه المادة وطعمها مر، فإذا خرجت وكانت من الفم تنقض الوضوء. أو قاء ماء، شرب الماء ثم قاءه، كذلك ينتقض الوضوء. قال: وإن كان بلغما،
إن كان القي بلغما قال نقض في قول أبي يوسف، إن قاء بلغما نقض في قول أبي يوسف ولم ينقض في قول أبي حنيفة ومحمد، لأن سيدي أبا حنيفة رحمه الله ومحمد قالا بأن البلغم مادة لزجة وإن كانت في المعدة فهي تخرج دون أن تتداخلها النجاسة، فأورد عليهم مورد فقال طبعا كلامكم صحيح ولكن تخرج هذا البلغم يخرج وقد أحيط به من القيء من نجاسات القيء، فأجابوا نعم ما تقوله صحيح ولكن هذا الذي يجاور البلغم قليل يعني أقل من ملء الفم وبالتالي لا ينقض الوضوء. هذا إيش قول أبي حنيفة ومحمد. قال محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم في نفطة قشرت. ما هي النفطة أحبابنا؟ بتثليث النون نفطة نفطة ونفطة بتثليث النون، والنفطة هي انتفاخ يخرج باليد ويكون قد امتلأ بالماء، لو أنك مثلا مسكت عصا وقمت بتنشيف ومسح وتكنيس مكان لمدة ساعة أو ساعتين يخرج هنا في يدك انتفاخات فيها ماء. قال في نفطة قشرت فسال منها ماء. أحبابنا أي عبارة غير واضحة غير مفهومة ينبغي أن تسألوا عنها، يعني أريد أن نقرأ الكتاب إن شاء الله تعالى مفهوما كلمة كلمة. صحيح نحن لن نتوسع بالشرح ولكن لابد أن نكون فهمنا الكتاب، حتى لو أنك أردت أن تقرئه في قادم الأيام بلغتك لأبناء بلدك تستطيع أن تقرئهم وأن تفهمهم كلمة كلمة، فلا تستحي اسأل، باب السؤال مفتوح إن شاء الله تعالى. قال في نفطة قشرت، طبعا السؤال فيما له علاقة في عبارة الكتاب ليس سؤال خارجي، احنا الآن نقرأ عبارة الكتاب. قال في نفطة قشرت فسال منها ماء أو دم أو غيره أو غيره عن رأس الجراح نقض الوضوء، يعني هذه النفطة الآن موجودة في اليد منتفخة أنا قشرتها فسال منها ماء أو سال دم أو سال قيح أو سال أي شيء عن مكان القشر، عن مكان القشر انتقض الوضوء. قالوا إن لم يسل لم ينقض لا ينتقض الوضوء، كذلك لو خرج دم من جرح كذلك ما لم يسل لا ينتقض. قال دابة خرجت من رأس الجرح، دابة يعني دودة، إنسان عمل عملية جراحية مثلا هذا بيصير في بعض الأحيان، فخرج من الجرح دودة صغيرة، خرج من الجرح دودة صغيرة أو اللحم، هنا اللحم مرفوعة، أو اللحم سقط، قطعة لحم مثلا موجودة على يدك قمت أنت بنزعها هكذا سقطت أو أنت قلعتها ولم يسل الدم، ولم يسل الدم لا ينتقض الوضوء. قال أو اللحم سقط لم ينقض الوضوء. تفضل في سؤال. نعم يعني بالنسبة للنفطة أيضا معذرة، ولكن يعني ما يعني هل ما يخرج من النفطة من الماء يعتبر نجسا أيضا؟ هذا الماء الذي خرج، هذا الماء الذي خرج منها، قالوا إن كان متغيرا فهو نجس وإن لم يكن متغيرا فليس بنجس. يعني ما دام ليس بنجس يعني نقض الوضوء فيها. انتبه يا أخي. أنا الآن أقرر لك مسألة الكتاب. الإمام الرواية عن سيد أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقول إن سال منها ماء، فلما قال هنا سال منها ماء أراد بذلك الماء المتغير، الماء المتغير هذا يعني يبطل الوضوء. ما أراد منها الماء الصافي، فإذا هنا لما قال فسال منها ماء ينبغي أن يكون المراد بالماء هنا الماء المتغير.
واضح؟ واضح. قال وإن لم يسل لم ينقض. قال يعني على فرض إنسان شطبت يده هكذا فظهر الدم على اليد، ظهر الدم على اليد، هذا الدم يسمى ظاهرا ولا يسمى سائلا، فلا ينقض الوضوء. ما هو حد السيلان؟ حد السيلان أن يتجاوز الماء إلى محل يلحقه حكم التطهير. طيب الآن ما هو مقدار هذا المحل الذي يلحقه حكم التطهير؟ قالوا مقدار ألف كتابية، مقدار ألف كتابية، أقل من ذلك لا يضر. قال دابة خرجت، قرأنا هذا الكلام، قال وإن خرجت من الدبر، إن خرجت الدابة من الدبر نقضت الوضوء مطلقا، مطلقا تنقض هذه الدودة أو الدابة التي تخرج من الدبر مطلقا تنقض الوضوء. قال محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في مستحاضة توضأت. طبعا المستحاضة كما تعلمون أحبابنا هي امرأة رأت الدم، رأت الدم أقل من مدة الحيض أو أكثر من مدة الحيض أو أكثر من مدة النفاس، يعني نقول أقل الحيض 3 أيام، فإن رأت المرأة الدم أقل من 3 أيام فهذه تسمى مستحاضة. أكثر الحيض 10 أيام فعادتها 5 أيام، رأت الدم أكثر من 5 أيام واستمر الدم نزولا هكذا إلى ما بعد 10 أيام، هذا الدم ما حكمه؟ استحاضة. امرأة رأت الدم إلى ما بعد 40 يوم فما تجاوز 40 يوما ما اسمه؟ استحاضة. امرأة لها عادة في النفاس 30 يوما، هذه المرة في هذه السنة لولادتها رأت الدم في اليوم 31 واستمر هكذا حتى اليوم 42 43، ما زاد عن 30 وتجاوز 40 ما حكمه؟ كذلك دم استحاضة. محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في مستحاضة توضأت. المراد بالكذلك أحبابنا، المراد بالمستحاضة المستحاضة وما ماثلها من أصحاب الأعذار، المستحاضة وما ماثلها من به سلس بول، من به رعاف دائم، من به استطلاق بطن، من به انفلات ريح إلى غير ذلك. فهنا ذكر المستحاضة وأراد بها من؟ أصحاب الأعذار. قال في مستحاضة، قال في مستحاضة توضأت لوقت صلاة أجزأها حتى يدخل وقت صلاة أخرى، حتى يدخل وقت صلاة أخرى. أراد أن يقرر لك الآن مسألة، وهي أن وضوء المعذورين إنما يخرج، إنما ينتقض وضوء المعذورين بخروج الوقت، بخروج الوقت. يعني امرأة مستحاضة، إنسان معه سلس بول، دخل وقت الظهر فتوضأ يستمر هكذا متوضئا حتى يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، الآن انتقض وضوءه بخروج وقت الظهر. فإذا هذا فيها خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه. سيد أبو حنيفة رحمه الله والإمام محمد كلاهما يقولان بأن وضوء المعذور ينتقض بخروج الوقت. الإمام زفر يقول وضوء المعذور ينتقض بدخول الوقت. أبو يوسف يقول وضوء المعذور ينتقض بخروج الوقت وبدخوله. هنا الشيخ ماذا قال إمام محمد؟ قال فإن توضأت، قال توضأت لوقت صلاة أجزأها حتى يدخل وقت صلاة أخرى. طيب لماذا ما قال حتى يخرج الوقت؟
ما قال حتى يخرج الوقت، قال حتى يدخل وقت صلاة أخرى. قال انتبه، قال لأنه من لازم دخول وقت الصلاة، دخول وقت صلاة العصر خروج وقت صلاة الظهر، ومن لازم دخول صلاة المغرب خروج وقت صلاة العصر. فلما كان هناك عندنا مسألة تخرج عن هذا اللازم، وهو فيما لو توضأت، فيما لو توضأت مثلا بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس واستمرت هكذا حتى دخل وقت الظهر، أهل يجب عليها أن تتوضأ؟ قال لا. ليه؟ قال لأن الآن وضوءها لم ينتقض. لماذا لم ينتقض؟ لأنه لم يخرج وقت صلاة معتبرة، وإنما تستمر هكذا متوضئة حتى يخرج وقت الظهر. فلما كان عندنا مسألة مستثناة نص عليها الشيخ فقال فإن توضأت لصلاة الصبح أجزأها حتى تطلع الشمس، لاحظ حتى تطلع الشمس، يعني خرج الوقت حتى يخرج الوقت. فإن توضأت حين تطلع الشمس أجزأها حتى يذهب وقت الظهر. فهمنا أحبابنا؟ في سؤال إلى هنا؟ قال وكذلك المرأة يطلقها زوجها فينقطع الدم عنها حين تطلع الشمس، فإن زوجها يملك الرجعة حتى يذهب وقت الظهر أو تغتسل قبل ذلك. هنا أحبابنا أنتم تعلمون أن المرأة إما أن يكون لها عادة أقل من 10 أيام أو أن يكون عادتها 10 أيام. فالآن هذه المسألة مصورة بصورتين، امرأة طلقها زوجها، والعدة عندنا 3 حيضات. ففي الحيضة الأخيرة، في الحيضة الأخيرة انقطع دم الحيض حين طلعت الشمس، حين طلع الشمس، ما الحكم؟ قال يملك زوجها أن يراجعها، يملك زوجها أن يراجعها، ومع وقت الآن من طلوع الشمس إلى أن تصير الصلاة دينا في ذمتها. أي صلاة؟ صلاة الظهر، يعني معه إلى قبيل دخول وقت العصر. فإن راجعها قبيل دخول وقت العصر صحت الرجعة، أو تغتسل. فإذا اغتسلت قبل خروج وقت الظهر اغتسلت، نعم، ما الحكم؟ قال انقطعت الرجعة. أما لو كانت عادتها تمام 10 أيام فانقطع حيضها وقت طلوع الشمس، قال ليس له أن يراجعها لأن العدة قد تمت. أما فترة انقطاع الدم في أقل من 10 أيام قال فقهاؤنا لا يجوز له أن يجامعها حتى تغتسل أو تصير الصلاة دينا في ذمتها. فإذا ما دامت لم تغتسل وما دامت لم تصل الصلاة دينا في ذمتها، هي في حكم من؟ في حكم الحائض. فيجوز له أن يراجعها. فإذا خرج الوقت وصارت الصلاة دينا في ذمتها صارت في حكم الطاهرات، فليس له أن يراجعها. وإذا اغتسلت صارت في حكم الطاهرات، فليس له أن يراجعها. فهمنا المسألة أحبابنا؟ محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رحمهم الله في رجل لم يجد إلا سؤر الكلب، ما عنده إلا
ماء نجس، عنده ماء نجس. قال لا يتوضأ به ويتيمم، لا يصح الوضوء به، هذا ماء نجس بالاتفاق. قال ويتيمم، يعني لاحظ ذكر قال سؤر الكلب وأراد الماء النجس. فإن لم يجد إلا سؤر الحمار، لم يجد إلا سؤر الحمار، قال توضأ وتيمم. وتعلمون أن سؤر الحمار مشكوك في طهوريته، فيتوضأ به ويتيمم. وتعلمون أن الطهارة حصلت بأحدهما، الطهارة تحصل بأحدهما لا بهما، عندنا لا يجمع بين تيمم ووضوء، بين تيمم واغتسال، ولكن هنا الطهارة حصلت بالماء، فإن حصلت الطهارة بالماء لا يضر التيمم، فإن لم تحصل الطهارة بالماء حصلت بالتيمم. إذن الطهارة، قال فإن لم يجد إلا سؤر الحمار توضأ وتيمم. قال فإن لم يجد إلا نبيذ التمر، لم يجد إلا نبيذ التمر، ما الحكم؟ قال توضأ ولم يتيمم، يعني لا يجوز له أن يصير إلى التيمم مع وجود نبيذ التمر. وقال أبو يوسف يتيمم ولا يتوضأ، أبو يوسف قال لا يصح التيمم بنبيذ التمر، وإنما يتيمم، لا يصح التوضؤ بنبيذ التمر وإنما يتيمم. وقال محمد، لاحظوا أحبابنا الوضوء في نبيذ التمر فيه ثلاثة أقوال. قول سيد أبي حنيفة رحمه الله أنه يتوضأ ولا يتيمم، قول أبو يوسف أنه يتيمم ولا يتوضأ، وقال محمد يجمع بين الوضوء والتيمم. قال يتوضأ به، يتوضأ بنبيذ التمر ثم يتيمم، ثم يتيمم. طبعا أحبابنا مما ينبغي أن نعلمه أن هذا الخلاف إنما هو في الوضوء، في الوضوء بين أبي حنيفة وأصحابه. أما الاغتسال بنبيذ التمر، الاغتسال بنبيذ التمر، قال الشيخ العيني في البناية لا نص في الاغتسال بنبيذ التمر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لذلك اختلف الفقهاء، والمراد بالفقهاء غير أبي يوسف ومحمد وزفر، لذلك اختلف الفقهاء بعد ذلك هل يجوز الاغتسال بنبيذ التمر عند سيد أبي حنيفة أو لا يجوز. فذهبت طائفة إلى أنه يجوز الاغتسال بماء بنبيذ التمر عند فقد الماء من أجل جنابة أو حيض أو نفاس، قياسا على الوضوء. وذهبت طائفة أخرى إلى أن الاغتسال فوق الوضوء غسل وجه يدين رجلين، أما الاغتسال غسل جميع البدن، فكان الاغتسال فوق الوضوء. والحديث الذي استدل به سيدي أبو حنيفة رحمه الله إنما كان في الوضوء، فلذلك لا يتعدى الأمر إلى ما فوقه. فهمنا أحبابنا؟ تفضل سؤال شيخنا. هنا لم يذكر تقديم الوضوء على التيمم أو تأخيره، يعني الإثنان سيان عند الإيان سيان. نعم، الذي قال بتقديم التيمم على الوضوء هو تقديم الوضوء على التيمم هو الإمام زفر. انتبه أخي، انتبه، دائما المعتمد قول الإمام، دائما بدون أبدا، إلا في بعض المسائل أنا سأنبه عليها. إذا لم أذكر لك المعتمد يعني هو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فما في حاجة كل مرة إذا كان في عنا مسألة خلافية نقول ما هو المعتمد. القاعدة المعتمد قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
بقي مسألة هامة جدا. نعم في سؤال. تفضل. ذكر أن سور الحمار هل يشمل قول أبي يوسف هذا سور الحمار كذلك أم لا؟ أفقد نبي؟ لا انتبه يا أخي. قال لا 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 انتهى. فإن لم يجد إلا سؤر الحمار توضأ وتيمم فإن لم انتهى الكلام. انتهت المسألة الآن عند مسألة سؤر الحمار انتهت. الآن مسألة ثانية. يعني عندنا مسألتان، مسألة ما عنده ماء إلا سؤر الحمار، ما الحكم؟ يتوضأ ويتيمم. انتهينا من هذه المسألة. الآن مسألة ثانية، ما عنده ماء إلا نبيذ التمر، ما هو الحكم؟ أبو حنيفة قال يتوضأ، أبو يوسف قال يتيمم، محمد قال يجمع بين الوضوء والتيمم. إذا هذه مسألة منفصلة عن سابقتها، لا علاقة لها بالسابقة. بقي مسألة في موضوع النبيذ، نبيذ التمر، مسألة هي هامة لابد أن نشير إليها، وهي أن أحبابنا النبيذ الذي اختلف فيه سيدي أبو حنيفة رحمه الله مع أبي يوسف مع الإمام محمد، هو النبيذ المختلف فيه هو إذا كان هذا النبيذ حلوا رقيقا يسير على الأعضاء كالماء، حلو ورقيق ويسير على الأعضاء كالماء، هذا هو النبيذ الذي يصح الوضوء به عند سيد أبي حنيفة. أما النبيذ الذي اشتد وصار طعمه مرا يعني صار مسكرا فهذا النبيذ حرام شربه بالاتفاق ولا تصح الطهارة به بالإجماع. فهمنا أحبابنا؟ إذن كلمة نبيذ التمر ليست على إطلاقها، وإنما المراد بالنبيذ النبيذ الذي كما قلنا طعمه حلو رقيق يسيل على الأعضاء سيلان الماء. هذه الشروط ثلاثة، حلو رقيق يسيل على الماء سيل على الأعضاء سيلان الماء. قال هناك أحبابنا نبيذ التمر، وعندنا نبيذ التين، وعندنا نبيذ الزبيب، الأنبذة كثيرة، فهل يصح الوضوء بكل نبيذ؟ قال لا. قال ولا يتوضأ بشيء من الأشربة غير نبيذ التمر، غير نبيذ التمر. ليه؟ قال لأن نبيذ التمر خص جواز الوضوء به بالحديث الذي استدل به سيد أبو حنيفة، والوضوء بالنبيذ بنبيذ التمر على خلاف القياس، فبقي باقي الأنبذة إن صح التعبير، بقي باقي الأنبذة على حكم القياس على موجب القياس، يعني لا تصح الطهارة بها. واليوم سألني أحد الطلاب هل يجوز الوضوء بالمياه الغازية؟ طبعا لا يجوز، لا يجوز، لها طعم ولون ورائحة، هذا ليس بماء، هذا ليس ماء، هذا ليس ماء، وإن أطلق عليه ماء غازي لا هذا ليس ماء، لا تصح الطهارة به. قال وإن توضأ بسؤر، وإن توضأ بسؤر، وإن توضأ بسؤر. طبعا السؤر أحبابنا كما تعلمون السؤر هو ما يبقيه الشارب في الإناء بعد شربه، هو أنا هذا الإناء الآن في بيدي شربته، هذا الماء المتبقي يسمى سؤرا، واستعير كذلك كلمة السؤر هذه إلى ما يبقيه الإنسان في الإناء من طعام كذلك يسمى سؤرا. فالآن عندنا ماء، جاء نسر فشرب من الماء، شربت فأرة من الماء، شربت حية من الماء، قال وإن توضأ بسؤر سباع الطير أو الفأرة أو الحية أو السنور الهرة، يعني الهرة، قال كره وأجزأه.
كره تنزيها، يكره الوضوء بسؤر سباع الطير والفأرة والحية والهرة تنزيها مع وجود غيره. فإذا ما كان عندي إلا هذا الماء الذي شرب منه هذا الصقر أو هذه الهرة جاز الوضوء بدون كراهة. أما عندي غير هذا الماء يكره لي أن أتوضأ بهذا الماء. طيب الآن عندي صقر وتيقنت أو عندي هرة وتيقنت طهارة فمها، عندي صقر أو نسر وتيقنت طهارة فمه، شرب من الماء، قال لا يكره استعماله مع وجود غيره، لا يكره استعماله مع وجود غيره. قال وإن توضأ بسؤر سباع الطير أو الفأرة أو الحية أو السنور كره وأجزأه، يعني صح الوضوء. لاحظوا هذه المسألة أحبابنا. قال وإن توضأ بماء في إناء نظيف لم يجوز لغيره أن يتوضأ منه، والله أعلم. ماذا ما هي هذه يعني كيف يكون المسألة هذه؟ انتبه، أراد بهذه المسألة الإمام محمد يعني إنسان توضأ بماء مطلق وجمع الماء الناتج، جمع الماء الناتج من الوضوء في إناء طاهر نظيف، هذا الماء الناتج من الوضوء بعدما جمع هل يجوز لغيره أن يتوضأ به؟ لا يجوز، أن هذا الماء ما حكمه؟ ماء مستعمل، ماء مستعمل. والصحيح من الأقوال عن سيد أبي حنيفة رحمه الله أن الماء المستعمل طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر. فهمنا مراد الشيخ أحبابنا إن شاء الله من أصل من كلامه الأخير. محمد عن يعقوب عن سيد أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم وعنا بهم، في مسلم تيمم ثم ارتد عن الإسلام والعياذ بالله ثم أسلم، قال فهو على تيممه، فهو على تيممه، يعني هو الآن تيمم. بعد أنا عندما أتيمم أو أنت عندما تتيمم، بعد التيمم ماذا يحصل؟ يحصل فيك صفة الطهارة بعد التيمم. يحصل الباقي بعد التيمم ما هو؟ صفة كونك طاهرا. فهل اعتراض الكفر على صفة الطهارة التي فيك، الكفر الآن الذي اعترض، هل هذا ينافي الكفر، ينافي الطهارة؟ قال لا ينافي، لأن هذه الطهارة التي حصلت بهذا التيمم أو هذه الطهارة التي حصلت بهذا الوضوء لا يرفعها إلا الحدث، والكفر ليس بحدث. وهذا التيمم، هذا التيمم إيه نعم، حكمه حكم الوضوء، فلو اعترض الكفر على الوضوء فهذا الكفر لا يبطل الوضوء، فكذلك لا يبطل التيمم. ليه؟ لأن التيمم خلف عن الوضوء. فهمنا أحبابنا؟ إذن مسلم تيمم ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم فهو على تيممه، يعني لا يحتاج إلى تيمم آخر ليصلي فرض الصلاة. هذا طبعا إذا لم يكن قد وجد الماء، أو إذا كان معذورا مثلا بغير الفقد الماء، قد يكون مريضا فتيمم لمرض، ارتد والعياذ بالله ثم أسلم، دخل وقت الظهر أراد أن يصلي، هل يلزمه إعادة التيمم؟ قال لا يلزمه أن يعيد التيمم، جاز له أن يصلي بهذا التيمم. انتهينا الآن. مسألة ثانية، نصراني، طبعا أطلق النصراني هنا وأراد به غير المسلم، يعني نصراني، يهودي، مجوسي، وثني، غير مسلم، غير مسلم،
تيمم ينوي بتيممه الإسلام، إذا تيمم من أجل الدخول بالإسلام. ثم أسلم، ثم أسلم، ما الحكم؟ قال لم يكن متيمما، إذا غير مسلم تيمم من أجل الدخول في الإسلام. ثم أسلم لم يكن متيمما، ماذا يعني لم يكن متيمما؟ يعني لا يجوز له أن يؤدي الصلاة بذلك التيمم، بذلك التيمم. ليه؟ لماذا ليس له ذلك؟ لاحظوا أحبابنا لماذا. قال أئمتنا رحمهم الله تعالى: التراب، التراب جعله الله عز وجل طهورا في حال إرادة عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة. أعيد: التراب لا يكون مطهرا إلا في حال إرادة عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة، والإسلام عبادة مقصودة ولكنها تصح بدون طهارة. فإذا ما تيمم هذا غير المسلم لم يتحقق فيه شرط تحويل التراب من ملوث إلى مطهر، لأن شرط تحويل التراب من ملوث إلى مطهر هو أن يريد المتيمم بهذا التيمم، بهذا التيمم إيش؟ فعل عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة. واضح الكلام إن شاء الله أحبابنا. قال: وهو قول محمد، يعني أبو يوسف أبو حنيفة رحمه الله ومحمد متفقان في المسألة، متفقان في هذه المسألة. وقال أبو يوسف، قال هو متيمم. أبو يوسف قال لا، هو متيمم. ليه؟ قال لأنه نوى بهذا التيمم عبادة مقصودة. ما هو الجواب أحبابنا؟ الجواب كلامك صحيح، هو نوى عبادة مقصودة، ولكن شرط صيرورة التراب طهور مطهرا أن ينوي عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة، والإسلام عبادة مقصودة ولكن يصح بدون طهارة، فإذا لا يصح له أن يتيمم، لا يصح أن يصلي بهذا التيمم. نصراني كذلك، يعني غير مسلم، غير مسلم، توضأ لا يريد الوضوء، غير مسلم توضأ لا يريد الوضوء، يعني لم ينوي الوضوء، كلمة لا يريد يعني لم ينوي الوضوء، غسل وجهه، غسل يديه، مسح رأسه، وغسل رجليه، ولكن لا يريد بذلك الوضوء. ثم أسلم، ثم أسلم، قال فهو متوضئ. كيف هذا؟ قال لأن النية عندنا ليست ركنا من أركان الوضوء، وبالتالي صح وضوءه لأنه أتى بما هو مطلوب منه، غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح ربع الرأس. فهو متوضئ يعني بعدما نطق بالشهادتين دخل وقت الصلاة، أراد أن يصلي، هل يحتاج إلى وضوء آخر؟ لا يحتاج، يصلي بنفس الوضوء. انتهينا الآن. الآن مسألة ثانية جديدة. الآن إمام صلى في مصلى الكوفة، لاحظوا أحبابنا عبارات المؤلفين القدامى دقيقة جدا ويفهم منها أحكام. قال إمام صلى في مصلى، ما قال في مسجد ولم يقل في جامع، فلما قال في مصلى نفهم بأن مراد الإمام محمد ماذا؟ أنه صلى الصلوات التي تؤدى في المصليات. وما هي الصلاة التي تؤدى في المصلى؟ صلاة العيد، صلاة الجنازة. واضح الكلام أحبابنا؟ إذن هذه المسألة الآن أحبابنا هي موضوعة
موضوعة في صلاة العيد وصلاة الجنازة. إمام صلى في مصلى الكوفة فأحدث، أحدث يعني المراد بأحدث كذلك هنا أحبابنا سبقه الحدث، المراد بأحدث هنا أيضا إيش؟ سبقه الحدث. أو أحدث رجل خلفه، خلف الإمام، يعني كذلك سبقه الحدث، رجل يصلي خلف الإمام سبقه الحدث. ماذا يفعل هذا الإمام؟ ماذا يفعل هذا الرجل؟ قال تيمم في موضعه، تيمم في مكانه وبنى على صلاته مع الإمام، لا يحتاج إلى مجاوزة الصفوف ويذهب ليتوضأ. سواء كان قد أدى هذه الصلاة شرع فيها بالتيمم أو شرع بها بالوضوء، في كلا الحالتين يتيمم في موضعه ويبني. وهذا الكلام عند سيدي أبي حنيفة رحمه الله. قال وهو قول محمد، وهو لا عفوا لا انتهى الكلام، انتهى الآن الكلام. إمام صلى في مصلى الكوفة فأحدث، أو أحدث رجل خلفه تيمم وبنى، انتهى. الآن مسألة ثانية مولانا، تفضل. هذه المسألة يعني لا تشمل صلاة الجمعة مولانا؟ لا لا تشمل صلاة الجمعة. مولانا انتبه مولانا، بصلاة الجمعة، بصلاة الجمعة سؤالك جيد، وإن كان الآن سأضطر للتوسع في المسألة. لماذا أبيح هذا في صلاة الجنازة وصلاة العيد؟ لأن الأصل أحبابنا صلاة العيد وصلاة الجنازة يجوز الشروع فيها بالتيمم مع القدرة على الماء إذا خاف المصلي أن تفوته صلاة العيد وصلاة الجنازة، فلذلك يجوز له أن يتيمم في موضعه وإن كان الماء قريبا منه، لأنه بالأصل الشروع بالصلاة، صلاة العيد صلاة الجنازة مع القدرة على استعمال الماء جائز إذا خشي أن تفوته الصلاة. أما صلاة الجمعة لا يجوز لك أن تشرع فيها بالتيمم مع القدرة على وجود الماء إذا خشيت أن تفوتك. ليه؟ قال لأن صلاة العيد وصلاة الجنازة كلا منهما تفوت لا إلى خلف، صلاة الجمعة إذا فاتتك تفوتك إلى خلف وهو صلاة الظهر، فتصلي مقامها عوضا عنها صلاة الظهر. تمام شيخ خالد، سؤالك جيد تمام في موضعه، أحسنت. الله يرضى عليك. أستاذ عندي سؤال. تفضل يا شيخ. إذا لم تخشى أن تفوت صلاة العيد يجوز؟ لا لا يصح، لا لا يصح. إذا لم يخشى أن تفوته صلاة العيد لا يصح، لابد أن يتوضأ. واضح؟ واضح. قال الآن مسألة جديدة، مسألة الآن جديدة. رجل الله لا إله إلا الله، رجل في رحله ماء قد نسيه فتيمم وصلى ثم ذكره في الوقت فقد تمت صلاته. أول شيء ما هو الرحل؟ الرحل أحبابنا بالأصل الرحل يوضع على ظهر البعير، يضعه شيء، يضعه المسافر على ظهر البعير، هو كالسرج، هو كالسرج الذي يوضع على ظهر الحمار وظهر الخيل. فإذا الرحل للبعير كالسرج للدابة. ويقال أيضا لمنزل الرجل ومكان الذي يبيت فيه يقال له أيضا كذلك رحل، ومنه قولهم نسي فلان الماء في رحله، أي في مأواه، نص على ذلك صاحب المغرب. الآن ما هو المراد بالرحل هنا؟ ما هو المراد
بالرحل هنا، هل المراد الرحل الذي يوضع على ظهر الدابة، أم المراد بالرحل المنزل والبيت؟ بعض علمائنا قال المراد بالرحل هنا الرحل الذي يوضع على ظهر الإبل، ولكن صاحب النهر الفائق اعترض على هذا وقال الظاهر والصحيح، لاحظوا أحبابنا الكلام، الظاهر والصحيح أن المراد بالرحل هنا ما يوضع به الماء، ما يوضع به الماء عادة. قال لأنه مفرد، قال في رحله، مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف صار عاما يعم كل رحل، كل رحل، سواء كان رحل منزل أو كان رحل دابة. فإذا ما أردنا أن نخصص هذا الرحلة في واحد من هذين الاثنين لابد من دليل يدل على هذا التخصيص، ولم يوجد هذا الدليل، وبالتالي لا يصح أن نقيد الرحلة هنا بالرحل البعير، بل ينبغي أن نبقيه على إطلاقه. هذا ما قاله صاحب النهر الفائق. إذن الآن رجل في رحله، فهمنا معنى الرحل والمراد بالرحل. إذن رجل في رحله ماء قد نسيه فتيمم وصلى، وبعد الانتهاء من الصلاة قال تذكره، ثم ذكره، تذكر الماء بعد الانتهاء من الصلاة في الوقت، في الوقت لم يخرج الوقت بعد، قال فقد تمت صلاته، صلاته صحيحة، وهو قول محمد، يعني هذا قول سيد أبي حنيفة وتلميذه محمد، وهو قول محمد، يعني لا يعيد هذه الصلاة، لا يعيد هذه الصلاة. قال رجل في رحله ماء قد نسيه فتيمم وصلى ثم ذكره في الوقت فقد تم صلاته، وهو قول محمد. وقال أبو يوسف، قال أبو يوسف لا يجزئه، قال أبو يوسف لا يجزئه، يعني إيش يعني لا يجزئه؟ يعني لا بد وأن يعيد هذه الصلاة. أبو يوسف قال يعيد هذه الصلاة. إيه نعم. طبعا هنا أحبابنا لابد من الإشارة إلى مسألة، وهي أن الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف، الخلاف فيما إذا وضعه، فيما إذا وضع الماء بنفسه أو أمر غيره أن يضع هذا الماء. هنا الآن حصل خلاف أبو يوسف ومحمد، أبو حنيفة ومحمد قالوا أو قالا لا إعادة عليه إذا وضعه بنفسه أو أمر غيره أن يضعه ثم نسيه، لا يعيد عند أبي حنيفة ومحمد. أبو يوسف قال يعيد. أما لو أن غيره وضع الماء في الرحل بدون علمه وبدون أمره وصلى، قال لا يعيد بالاتفاق، لا يعيد بالاتفاق. ثم قال محمد عن يعقوب باب في النجاسة تقع فيه. نقف هنا أحبابنا، نلتقي إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.